الان نتواجد بمدينه تطوان وبالضبط في بغداد قال المضيق في نضاق. كما كتشوفوا معنا متابعينا ومشاهدينا الاوفياء، قمنا بجوله لهذه البلاصه هذه من بعد ما سمعنا واحد مجموعه ديال الشكايات من عند الناس انها ما كتلقاش التاكسيات، وبما انها يعني كتمشي بواحد السعيره اللي غاليه بزاف وما كاينش المحاسبه وما كاين تعاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كتشوف احنا متواجدين في المحطه ديال التاكسيات ديال المضيق في نضاق اللي كاينه في شارع الجيش الملكي، اللي دائما اللي كنلاحظوا هذه النقطه اللي مهمه ان التاكسيات راه ما كاينينش. كما كتشوفوا التاكسيات ما كاينينش، والتاكسي اللي كيجي كيف الثمن اللي بغى وكياخذ مباشره في نضاق، كياخذ واحد الثمن في نضاق. والرينكور الناس ديال الرينكور كما كتشوفوا المواطنين واقفين، يعني اللي كيبغي يمشي للرينكور خصو يخلص ديال في نضاق وينزلوه في الرينكور، اما باش تمشي مباشره للرينكور ما كاينش. وعاد الاثمنه كل طاكسي كيعمل الثمن ديالو، يعني عنده مره 20 درهم، مره 17 درهم، الرينكور مره 8، مره 10. وهذا راجع اولا حاجه يعني للجهه الوصيه ديال وزاره النقل وكذلك وزاره الداخليه اللي ما كاينش مراقبه، وكذلك على المستوى ديال النقابه. واخا يعني النقابه خاصها حتى هي يكون عندهم واحد الفريق اللي موحد، عندهم مؤتينه موحده وتوزع، لان دابا الان كما كنشوفوا حنا في فصل ديال الصيف اللي كيترك يعني كيكونوا ناس عندنا سياحه داخليه، لكن مع الاسف كيوقع بلوكاج في يعني على مستوى مدينه فنيدق، مدينه نضياق وفنيدق وتطوان، اللي راجع عن واحد ربما نعتبروه الجشع ديال الناس ديال الطاكسيات. ولي ديجا انا تواصلت مع مجموعه ديال الطاكسيات، قال لك اسيدي لا هما عندهم يعني مولين الشيء كيف ردوا عليهم واحد السعيره خصهم يحطوها المواطنين. واش الان كاين واحد الجهات معينه اللي كتفرض الاثمنه، اولا لا مول لاكريما ديال الطاكسي هو اللي كيفرض واحد الثمن على المواطنين كل مره مواطن يخلص واحد الثمن معين. لذلك فاحنا كنجدوا من يعني من هذا المنبر ديال بيسيتون اللي مشكوره على التغطيه ديال الان، فكنجدوا خصوصا وزاره الداخليه لان خاصها دير واحد اللجنه مشتركه مع وزاره النقل وكذلك مع الناس النقابه، لان عندنا واحد 4-5 ديال النقابات مع الاسف اللي كيوصلوا فاصل الصغر كل واحد كيمشي لواحد البلاصه راه ما كيبانو شي، والطاكسيات كتخبعوا في الشوارع حتى كيشوفوا 6-7 ديال الناس 10-6 الناس كيجيو ياخذوا اون كورسا كيصيدوا الناس ديال كيشوفوا البراني والناس المواطنين ديال تطوان وديال فنيدق وكيستياخوا يعني السكان ديال المنطقه، فخليهم يشوفوا يستناو الطوبيس اذا لقاو الطوبيس حتى هو كيمشي عامر. فاذا مع الاسف عندنا مشكل ديال النقل، وهذا اللي كنعيشوا كل سنه كنعيشوا، لان علاش هذا لان التجهيزات الوصيه خاصها تاخذ بعين الاعتبار. وقع مشكل العام اللي فات خاص هذا العام ما يوقعش، وقع العام اللي فات لكن مع الاسف خاص مراقبه. ولذلك نتمنوا ان بعض الجهات تدخل ويكون تعاون ويكون تنسيق على مستوى جميع المؤسسات ويتحل هذا المشكل ديال النقل. وشكرا جزيلا بريستيتوان. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريستيتوان.